شوفوا شكر النعمة، هقول كلام بس حلو قوي في تجديد الخطاب الديني، حلو قوي. شكر النعمة أن تشكر الله من جنس النعمة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا ربنا من علي وبقيت دكتور، ودكتور شاطر قوي وفيمس قوي وجميل قوي، أعمل أشكر النعمة إزاي؟ إن يبقى عندي جزء من شغلي لوجه الله، ده شكر النعمة. مش شكر النعمة إن أنا أبوس الفلوس وأحطها على راسي. ولذلك بضرب مثل بالدكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب لما وصل إلى ما وصل إليه، أنا مش قضيتي بقى دينه إيه، عبادته إيه، بيعمل إيه، لكن قدامي أن هذا الرجل يشكر النعمة، ولذلك نعمته في زيادة. بالمناسبة أي شخص يشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة يزيد له نعمته، ده بره ميزان الحساب، يعني ده بره ميزان الحساب بتاع الآخرة. أي شخص يشكر ربنا من جنس نعمته ربنا يزيد له في هذه النعمة. تجد واحد لسه شاري عربية، فلما يلاقي حد من أصحابه عنده والده تعبان مش عارف يروح للدكتور، فيخرج جري يوصله، فتلاقي عربيته ما تعطلش. ليه؟ لأنه شكر النعمة، وربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالسير مجدي يعقوب لما شكر ربنا سبحانه وتعالى من جنس نعمته، هو جاي لنا مشهور لكن ازداد شهرة. ليه؟ شكر النعمة. الدكتور أحمد زويل لما وصل عليه رحمة الله، لما وصل لمرحلة من العالمية ورجع يشكر النعمة في وطنه، ربنا سبحانه وتعالى زاده أكتر، وكان عليه رحمة الله مرشح إنه ياخد جايزة نوبل تانية. ليه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. أي شخص هيشكر ربنا من جنس النعمة ربنا هيزيده، وده ملوش دعوة بحساب الآخرة، بس عشان ما حدش إيه يخلط الكلام اللي أنا بقوله. حساب الآخرة ده بتاع ربنا، لكن ده وعد رباني، لئن شكرتم لأزيدنكم. واحد ربنا فتح عليه في وسط إخواته فابتدى يديهم، فمراته تقول له يا اخويا العيال اولى، يا اخويا عيالنا لسه حتت لحمه حمراء مش عارفين انت هتكمل معاهم هتموت الراجل، هتموت الراجل وقاعد. لا، ما تسمعش كلامه. طول ما انت بتكرم من حواليك، طول ما انت بتكرم الناس من جنس النعمه، ربنا سبحانه وتعالى يزيد نعمتك لو حاربك اهل الارض واهل السماء، لو حاربك اهل الارض واهل السماء، لان وعد رباني لئن شكرتم